أول معسكرات محافظة صعدة يسقط من قبضة الجماعة الإنقلابية، وهذا ما لم يكن متوقعا بالنسبة للحوثيين الذين حاولوا التمدد في المحافظات، فباغتهم الجيش بحرب على تخوم معقلهم الرئيسي، مدشنا جبهة جديدة لكنها تبدو الأكثر خطورة على سلطة الجماعة الإنقلابية، حيث تكشف هشاشتها في لحظة لم تكن تدرك ربما أنها لن تبقى بعيدة عن نيران الجيش الوطني. معسكر اللواء 101 ميكا التابع للمنطقة العسكرية السادسة هو أول حائط صد تفقده الجماعة الإنقلابية في محافظة صعدة، إذ يبدو الآن على هذه الهيئة تحت سيطرة الجيش الوطني وبما تبقى من عتاده العسكري. احتمالات البقاء هنا ليست واردة بالنسبة للجيش بعد أن بدأت المهمة الأولى على بعد عشرات الكيلومترات من المعسكر حتى تجاوزته، حيث خاض أفراد الجيش الوطني معركة واسعة بقيادة قائد الجبهة مهران القباطي، تمكنوا فيها من إحكام السيطرة على المعسكر واستعادته بالكامل. كما قلنا العودي نحن خلفه حتى ينقاض لشرعية الدولة. لاذت عناصر الميليشيا بالفرار تاركة خلفها هذه المعدات القتالية، وهو دليل آخر على أن جماعة الحوثي تعاملت مع ما نهبته من أسلحة ونقلته إلى معقلها على أنه فيد حصلت عليه الميليشيا بتواطؤ من قادة عسكريين موالين للرئيس المخلوع بالسيطرة على هذا الموقع العسكري الهام، والذي يتمتع أيضا بموقع استراتيجي على الطريق الرابط بين محافظة الجوف ومحافظة صعدة، يكون الجيش الوطني قد تمكن من قطع واحد من خطوط الإمداد المهمة للميليشيا، وهذه نقلة نوعية بالنسبة للمعركة التي تقترب شيئا فشيئا من عمق الميليشيا التي لم تكن تتوقع يوما أن تصل لهب الحرب معقلها.